أكد وزير الخارجية سامح شكري أن يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته إزاء الدمار الذي لحق بغزة وعدد الضحايا الذي وصل إلى 20,000. وأعرب شكري خلال المؤتمر عن تطلعه لأن يلبي قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لأهل القطاع، مشيرا إلى حجم المساعدات المتوفرة والمكدسة في العريش وفي معبر رفح وعدم القدرة على إدخالها نظرا للإجراءات المطولة للكشف والتفتيش. القرار حتى الآن يحصل على 70 دولة تدعمه وتتبناه، ده في حد ذاته دليل على مدى أهمية القرار للمجتمع الدولي ويجب الإسراع فيه. نأمل أن تؤتي المفاوضات اليوم والمجموعة العربية الإسلامية منفتحة على كل التعديلات اللي تطرح، تعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن في وضع نص يلبي الاحتياجات الإنسانية وأيضا يراعي الاعتبارات السياسية، ولكن بالتأكيد أنه لن تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية. وعندما نرى الأطفال يموتون، عندما نرى التدمير والمعاناة التي نشاهدها كل يوم، تصور أنه الاعتبارات الإنسانية يجب أن تكون هي المحرك الرئيسي، وهذه المسؤولية نفترض أن يكون أيضا حريص عليها كافة أعضاء المجلس.